السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج الانفرا ووركس بنلاقي عندي هنا في اختيارين، في عندي conceptual view وعندي engineering view، وسهل جدا تغير بينهم، وسهل جدا تعمل واحد تالت ورابع وخامس عدد لا نهائي تقدر تعمله، بحيث مثلا في واحدة فيهم بتبقى فيها اعدادات تخلي الجهاز معاك خفيف، وفي واحدة فيهم تخلي الجهاز تقيل بس العرض جميل جدا. فممكن لو انت شغال تختار اللي هو فيه حاجات قليلة، ولما تخلص تبدأ تتنقل للعرض التاني. طيب لو انا مثلا موجود في الكونسبشوال فيو وجيت دوست هنا، تمام، خلي بالك من ان المية هنا بتتحرك، تمام، فبتلاقي بعض الاعدادات اللي هتسهل عليك الشغل. يعني مثلا هنا ده الجزء ده الخاص بالشينج ريندرنج، فبلا عندي البريتنس تقدر تفتح الصورة بالشكل دوت، كونتراست برضه تقدر تتحكم في الإضاءة، الإضاءة بتاعت اللايت زي ما انت شايف بتفرق كتير جدا. انت حتى لما بتيجي هنا وتقول له انا عايز اغير الانجير، بتلاقي اللوحة اختلفت تماما في موضوع الإنارة، فتقدر تظبطها من هنا. السان كولر، طيب الكولر ممكن تقول له انا عايز يبقى نورمال او عايز ابيض واسود او عايزها بالشكل دوت، فتقدر تتحكم برضو في الكولر. الريندر، طيب ممكن تفعل الهاي فيجوال كواليتي او تقفلها، تمام. لاحظ هنا وفي اعدادات قدام لموضوع الاشجار ديت، بس تقدر تفعلها من هنا برضو، فعل الاشجار وكل حاجه، كل حاجه بتختلف معاك، الظلال كل حاجه. فلو انت شغال فممكن تقفلها لحد ما تخلص لو الجهاز بتاعك تقيل، لو انت خلاص خلصت تبدأ تفعل ديت. فبدل ما كل شوية تدخل تظبط الإعدادات، انت ممكن تعمل واحدة خاصة مثلا بالشغل أثناء ما انت شغال، واحدة تروح مقفل. يعني خلي بالك واحنا شغالين هو بيقعد يحسب المية والحاجات دي كلها والظلال والشجر والحاجات دي كلها، فده تحميل عليه، ماشي. طيب الواير فريم بالشكل دوت لو انت عايز تشوف الحاجات اللي تحت الأرض بقى، الانيميشن لو انت بتتحرك مثلا بتاع، فلو في انيميشن هيبدأ ان هو يظهر معاك، تمام، زي المية مثلا، بص اهي، تمام. فانا ممكن ايه اروح موقفها، فكده المية ثابتة، تمام، مش مضايقاني في حاجة. بس دي السكاي، شايف انت السما اهي، طبعا المية بتعكس السما فاختفت تمام. رياليستيك تري دي بقى خاصة بالشجر اللي احنا اتكلمنا عنها، بص بقى شكلها عامل ازاي. وممكن تعمل واحدة ضعيفة خالص مجرد بس ان انت شغال، تمام، عايز تخلي فيه شفافية للعناصر، ودي زي ما بقولك بنستخدم لو في عايز تشوف ايه اللي تحت الحاجة، تمام. فيلد اوف فيو، الكاميرا بتاعتك تقدر تتحكم في العدسة. طيب الجزء اللي بعد كده خاص بالنافيجيشن، تمام. يعني هنا مثلا تقول طيب لو في اي عنصر حاطط انت عليه داتا، فمجرد بس بتقف عليه يبدأ يجيب لك التول تايب بتاعتها، لو في لينكات يبدأ ان هو يظهرها لك ولا لا، لو في كونفاليبل، دي كلها العناصر في الخصائص بتاعتها بنبدأ ان احنا نديها المعلومات، تمام. يعني خلينا نقول بروبرتيز، هتلاقي التول تيب واللينكس وهكذا. طيب هنا الفيدباك في الستيتس بار، ممكن انت شايف اللي تحت ديت، تمام، ممكن تفعلها، تمام. الايديت مود بحيث يديك امكانيه ان انت تعدل، طبعا الاثنين دول انا مستغناش عنهم، لكن ممكن اثناء البرزنتيشن مش محتاج الايديت مود، انا هنا بوري العميل فمش عايز اشغل نفسي بالتعديلات. الفيو كاب اللي هو دوت، وهنا اوتوماتيك زوم للسليكشن، لو انا عملت سيلكت على حاجه يبدا ان هو يعمل عليها زوم بالشكل دوت. هايلايت سكتش، لو انا عندي اي حاجه شغال عليها فبيبدا يديها زي سكتش كده حواليها، خطوط كده حواليها، عشان بس يعقل يقول لنا ان انا عملت عليها سيلكت. بلوك موس اباف جراوند، دي معناها ايه؟ لو انا بنزل مش هقدر انزل، طب لو لغيتها نفسك بتنزل عادي. فحسب لو كل شغلك فوق الارض خلاص مش محتاج ان انت تنزل، لو انت عايز تنزل تقدر ان انت تفعلها، وانا بيوريك الاعدادات.
بعد كده بنبدأ ندخل على الآخر واحدة، دي خاصة بقى بالخطوط الطبوغرافية. تمام، هنا بيقول لي الماينور قد ايه والميجور قد ايه، بحيث لو في فرق كبير في الارتفاعات يبدأ يظهرالي بالشكل دوت. طيب عايز انا بقى اظهر الكونتور لاين، هعلم كده هتبدأ تظهر معايا الخطوط. تمام، لو الارتفاعات كبيرة قوي هيبدأ ان هو يظهر لي الارقام بشكل اكتر. طيب هنا بقى بيقول لي اللاين سيكنس، تقدر ان انت تتحكم فيها الخطوط اللي هي ديت. تمام، خطوط الكونتور اهي، تقدر تتحكم في الشادو سيكنس، في الشادو كولر، لو في اي شادو تبدأ ان انت تتحكم فيه وتغير اللون لاي لون انت عايزه. الاليفيشن تكست، لو في الاليفيشن تكست تبدأ ان انت تغير برضو وتتحكم في الفونت بتاعك زي ما انت عايز. فدي مجرد اعدادات للخطوط تقدر تتحكم فيها وتقدر تتحكم في شكل الكتابات اللي موجودة. تمام، فلذلك انت ممكن بقى تعمل واحدة كمان مثلا خاصة بحاجة انت مثلا محتاجها، عايز مثلا حاجة خاصة اعدادات معينة، اعدادات خفيفة خالص، اعدادات تكون برزنتيشن اقوى، حاجات فيها الانفورميشن ديت وهكذا.